أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يكفي صح. والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسأل تبارك وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في مستقر رحمته ودار كرامته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه لذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يومنا هذا إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة شاهدة لنا بين يدي الله عز وجل. طبعا المحاضرة أو المقتطفات في هذه الربع الساعة ستكون حول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمل الحديث وأفضل الحديث وأحسن الحديث هو الحديث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن حرمنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمنا مجالسته في الدنيا، ولكن نسأل الله تعالى ألا يحرمنا مجالسته يوم القيامة. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروه بعد موته اقشعرت جلودهم وبكت عيونهم ومدامعهم شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التابعين كذلك. ثابت البناني جاء إلى أنس بن مالك فقال: دعني أقبل عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن لا يحرمنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. نحن نشتاق إليه كما اشتاق إليه الصحابة والتابعين. هذا الحب وهذا الشوق وهذا الاتباع سيكون إن شاء الله عز وجل النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. طبعا في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام السنة التي جرت سنة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى ينقذ الأمم بالأنبياء ويحييها من جديد بالأنبياء، لأن الأمم تموت، ولكن ليس موت الأرواح وإنما هو موت الأجساد عندما تغيب العقول وتضيع وتعبد غير الله عز وجل، تعتبر أمة ميتة. متى تكون الأمة حية؟ حينما تحيا بالرسالة، هنا تصبح الأمة حية. فعندما نقول مولد الأنبياء مولد للأمم، أن الأمم تعود إلى ربها وخالقها. فجرت السنة والعادة أن الأمم كلما ابتعدت عن منهج الإلهي وزاغت أرسل الله تعالى إليها نبيا يعيدها إلى الطريق المستقيم. الفترة التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة قد ضاعت وبدلت وحرفت وأصبحت تعبد غير الله عز وجل. من بعد عيسى عليه السلام ضاعت الأمة، الأمم كلها ومنها أمة العرب. فكان الناس في ضياع يتخبطون في جاهلية جهلاء، يعبدون الأصنام ويعيشون كالأنعام ويستقسمون بالأزلام ويأيدون بناتهم من أصلابهم ويأكلون الميتة ويتقاتلون على أتفه الأشياء، على مولد الشياة والبعير. أمة مفرقة ممزقة. ليس هذا فقط في مكة، وإنما حال العرب جميعا. كانت قبائل متناحرة ومتناثرة، وكل قبيلة اتخذت لها صنما تعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الوقت. طبعا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يسأل البعض كيف ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي الآيات التي ظهرت والعلامات، وفي أي يوم ولد عليه الصلاة والسلام.
أغلب الرواة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن كلما ذكرنا رسول الله نصلي على رسول الله، لأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم عليها أيتم عشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ ليلا أم نهارا؟ طبعا بعض الرواة يقولون أنه ولد عند الشروق، وبعضهم يقولون عند الغروب، ولكن أصح الأقوال أنه ليلا، ولد ليلا، لما روته فاطمة بنت عبد الله، هذه كانت من ال شنو نقول نحن؟ القابلات، نعم، فهي شهدت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، دخلت البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو بيت أمه، قالت فحضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت البيت قد امتلأ نورا، والنور صلى الله عليه وسلم، قالت رأيت البيت قد امتلأ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي. هذه من الآيات التي حدثت في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما وضعت، أي أم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسم أم النبي؟ آمنة بنت وهب. قالت فلما وضعت خرج منها نورا ملأ البيت. طبعا في رواية ملأ ما بين السماء والأرض، لكنه ملأ البيت وهو الأصح والثالث، أن النور ملأ بيت والدة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن طبيعية، يعني كانت فيها خوارق، منها النور الذي ملأ بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أم النبي عليه الصلاة والسلام لم تحس بألم الولادة والطلب، فولد ولادة يعني بلا ألم، بلا ألم. وأيضا من الآيات التي ظهرت أن الشيطان صرخ صرخة ملأت ما بين السماء لعن الله. وأيضا من آثار الولادة أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مسرورا، ولد مختونا مسرورا. طبعا الولادة كانت أين؟ في مكة، كانت في مكة المكرمة. أما بالنسبة لليوم فاليوم هو ثابت وهو يوم الاثنين، ولا خلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، وهو حديث متواتر صحيح، لكن الخلاف اليوم، أي يوم من الاثنين وأي شهر. فمنهم من قال في منتصف رمضان، ومنهم من أجمع أو أجمع أغلب الرواة على ربيع الأول، ولكن اختلفوا في التاريخ، فمنهم من قال في 7 ومنهم من قال في 9 ومنهم من قال في 20، ولكن العام الأغلب قالوا في 12 من ربيع الأول، وهو المأخوذ والمعهود عليه الآن. طبعاً بعض الروايات تقول أنه حينما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة من قصر كسرى وانطفأت أخمدة نار المجوس وغيرها، لكن هذا كله لم يثبت، ليس له إسناد صحيح، هذا ليس بثابت، وإنما هي روايات رواها الطبري والبيهقي، ولكنها ليست ثابتة ومتواترة. الثابت والمتواتر هو النور الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نعرف كيف عاش حياته، ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، فقد أباه وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، وعانى من اليتم ولم يخرج قبل أن يخرج إلى الحياة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ولد عليه الصلاة والسلام، و احتضنت المرضعات وعاش مع أمه بعد ذلك إلى أن وصل إلى 6 وفقد أمه، وفقد حنان الأب والأم عليه الصلاة والسلام، فقد أمه في 6 من عمره. ثم بعد ذلك من تولى وتكفله جد عبد المطلب 2 إلى 8، ثم بعد ذلك عمه أبو طالب، وبعد ذلك
بدأ يرعى الأغنام، ثم شارك في التجارة، ثم تزوج خديجة، إلى أن ولدت الأمة من جديد بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بعد البعثة. ودرسنا اليوم مقتطفات بسيطة إن شاء الله عز وجل نختصرها، هو بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت الأمة. كيف ولدت الأمة بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أن الأمة كانت تتخبط في الظلام، كانت ميتة، الأمة كانت ميتة حتى أحييت بالنور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة المنزقة المفرقة التي تعبد أصناما وأحجارا دون الله عز وجل أصبحت رائدة للأمة. بماذا؟ بالرسالة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، فأصبحت سابقة للأمة، أخذت القيادة وفي سنوات معدودة بفضل الرسالة المحمدية جمعت العرب جميعا، ويعني بنت تلك الأمة بناية جديدة على أساس من التقوى، على أساس من تعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام. فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تربية، وبدأت هذه الأمة تنمو في سنوات عديدة حتى يعني قضت على أعظم إمبراطوريتين لم يكن يحلم العرب حتى بالأحلام أن يقضوا على تلك الإمبراطوريتين، فارس والروم. خلال فترة وجيزة أمة كانت ترعى الأغنام، ثم بعد ذلك أخذت القيادة في 25 عام في عهد عمر بن الخطاب، أخذت فارس والروم وأصبحت بيد من؟ أصبحت بيد المسلمين. ثم ما زالت هذه الأمة تنمو بهذه الرسالة، وكلما تمسكت بهذه الرسالة نمت هذه الأمة، كلما تمسكت بالتعاليم كلما أصبحت هي الرائدة في بين الأمم. يعني تخيل أنه في فترة من الفترات يعني كانت أوروبا وغيرها كانت تعيش في ظلام، في الظلام يعني في العصور الوسطى، كان يحلم الطالب أن يأتي من الزيتونة، من جامعة الزيتونة، يحلم حلم أن يذهب إلى هناك ليدرس يعني هناك، ويأتي إلى بلدي ويتكلم اللغة العربية. اليوم عندنا يعني أصبح العكس، يعني يأتي الإنسان إلى بريطانيا أو إلى أوروبا ويأخذ اللغة الإنجليزية، وإلى بلدي يتباهى باللغة الإنجليزية، ودرست في جامعة يعني أكسفورد، ودرست في جامعة كذا. أصبح اليوم الوضع يعني عكسا. في فترة من الفترات كان الأوروبي وغيره يتمنى أن يذهب إلى جامعة الزيتونة التي أولى الجامعة في العالم، فيدرس هناك ويأتي إلى بلده ويتفاخر يعني بلسانه العربي وهكذا. فالأمة بلغت ما بلغت حينما تمسكت بنهج نبي الله. فهذه الولادة التي ولدتها تلك الأمة وأصبحت هي الرائدة، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية متقنة على مائدة القرآن، فكانوا في جانب العبادة هم السابقين. يعني تلك القلوب الخشنة القاسية أصبحت أرق القلوب، يعني تنزل الدمعات. عمر القاسي كان يعني إذا قرأ القرآن بكى، أبو بكر إذا قرأ القرآن بكى، ويعني وهم أولئك العرب الأجلاب، فتغيروا تغيرا جذريا. طبعا ما حدث ذلك إلا بأمر واحد، بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأمة فأقبلوا على تلك الرسالة إقبالا عجيبا، واستجابوا استجابة سريعة، يعني حتى قال الصحابة قالوا كنا لا نحفظ العشر الآيات ولا نتجاوزها حتى يعني نحفظها ونفهمها ونطبقها على أرض الواقع. فعملوا بالإسلام ورفعا، استجابوا استجابة يعني فورية. وهناك نماذج يعني كثيرة في مدى استجابة الصحابة رضي الله عنهم لهذه الرسالة. يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، فخلع الخاتم في المنبر، فخلعوا خواتمهم جميعا، وقال لقد نهيت عن هذا. يعني استجابة فورية دون ما سؤال. كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلوا ذات يوم بالنعال، فأثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلعوا نعالهم، قال ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله تخلع فخلعنا. فكانت استجابة فورية لا نقاش، إذا جاء الأمر يا أيها الذين آمنوا كذا، نهي انتهوا، يا أيها الذين اجتنبوا. ف
فكانت استجابة فورية، وهذه التي بلغت بما بلغت. عندما نزلت آية الحجاب تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ماذا فعلت نسوة الأنصار؟ قالت رحم الله نساء الأنصار. حينما نزلت آية الحجاب ما انتظرن حتى يأوين إلى بيوتهن، ماذا فعلن؟ مزقن أجزاء من 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 أثوابهن ولبسن الحجاب والكمام. يعني في نفس اللحظة حينما نزلت آية الحجاب فقالت رحم الله نساء الأنصار، ما أسرع استجابة يعني استجابة لكلام الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المنبر فقال اجلسوا، كانوا واقفين دخلهم واقفون، فقال اجلسوا وبدأ يخطب. عبد الله بن مسعود كان وصل الباب فجلس على الباب لم ينتظر حتى يدخل، وفي متسع فلم ينتظر حتى يدخل، جلس على الباب استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبد الله بن مسعود، يعني وتقدم الصبح، قم يا عبد الله بن مسعود، وتقدم الصبح أو يدخل إلى ذلك المكان. فكانت سبحان الله بهذه الاستجابة وبهذا الإقبال وصلت الأمة وولدت من جديد على يد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني جليلية رضي الله عنه أرضاه أو حنظلة رضي الله عنه أرضاه، يعني في ليلة عرسي رجل منتظر الزواج فترة، في ليلة عرسي يسمع داعي الجهاد، نادى منادي الجهاد فخرج جنبا ما أمهل نفسه حتى يغتسل استجابة لمن؟ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمهل حتى يغتسل، فخرج وقاتل رضي الله عنه وارضاه حتى قتل، فغسلته الملائكة ما بين السماء والأرض، يعني إكراما له ولمدى استجابته لأمر الله ورسوله. جليبيب يعني حتى في الأمور الاجتماعية كانت هناك استجابة، تغلبوا على العادات على التقاليد على وقدموا أمر الله سبحانه وتعالى. اليوم العادة تتقدم على الشر، التقليد يتقدم على الشر، أهواء النفس الأطماع تتقدم على شر الله. تقول له يا أخي الله يقول كذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، يضرب بالآية والحديث عن الله ويتبع هوى يعني هوى نفسه وكأنه لا يسمع. فما كان مجتمع الصحابة هكذا، كانوا يستجيبوا مباشرة حتى ولو على أنفسهم. يعني كلنا نعلم قصة جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل كان من عامة الناس، كان يشتغل في الخدمة، رجل دميم الخلقة، لا بيت يؤويه ولا نسب ولا حسب ولا شيء، ليس في يده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا جليبيب هل لك في الزواج؟ تريد أن تتزوج؟ فتبسم جليبيب وقال ومن يزوجني يا رسول الله؟ يعني انظر إلى حال، يعني لا يعني حسب ولا نسب ولا مال ولا شيء في يدي، حتى أنا دميم الخلقة. فقال لا شيء في يدي. فقال النبي اذهب إلى ذلك البيت من بيوت الأنصار وقل رسول الله يأمركم أن تزوجوني. فذهب جليبيب إلى ذلك وهو من سادة الأنصار، فطرق الباب وقال مرحبا جليبيب، ما الذي جاء بك؟ قال رسول الله يأمركم أن تزوجوني. فضرب الأب على رأسه وعاد إلى زوجته وأخبرها بالخبر، فقالت أما وجد رسول الله غير جليبيب؟ دلالة جليبيب شفنا واحد يعني على قد البنت وكذا يعني. فالبنت المؤمنة سمعت الحوار بين أبيها وأمها فقالت أو تردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أقبل لغيره زوجة، لن أتزوج غيره. وتزوجها جليبيب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حدثت معركة من المعارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة يقول هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم يا رسول الله، نفقد فلان وفلان وفلان وفلان. كرر السؤال هل تفقدون من أحد؟ قالوا فلان وفلان وفلان وفلان. هل تفقدون من أحد؟ قالوا فلان وفلان وفلان وفلان. قال أما أنا فأفقد أخي جليبيب الذي نسيتموه وما ذكرتموه أفقده. فتش عليه القتلى فوجده إلى جانب سبعة قد قتلهم بسيفه ثم قتلوا، فضم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مني وأنا مني. كسر النبي صلى الله عليه وسلم كل تلك القواعد، كل أشكال وألوان الجاهلية، لا عنصرية، لا للغة، لا لحسب، لا لنسب، لا للون، لا لشكل،
كلها دمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح مجتمع متماسك. نحن بحاجة إلى غربنا من جديد، نحتاج إلى يعني ولادة من جديد على منهج الذي يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة الكرام لتلد الأمة من جديد ويعني تمسك القيادة من جديد. فنسأل الله تعالى أن يحن على سنة وأن يميتنا على ملته وأن يحشرنا في زمرته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحبون رسول الله ويسيرون على نهجه ودربه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد للعقلت على وقت قليل لأن ما نمرت للساعة فجزاكم الله خيرا. Thank you.